هذا ونعى مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الشعب الكويت الشقيق وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات. وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين. كما نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس حدادا على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.